السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جديد في قناة محمد جايتي. إن شاء الله بإذن الله لو سوجي ديالنا اليوم سي هو مشكل التوجيه بعد البكالوريا. قبل تطرق الموضوع لمشكل التوجيه بعد البكالوريا، كيف ما كتعرفوا عندنا جوج اختيارات، اختيارات اللي متعلقة بما هو أكاديمي وما هو عملي. دونك عندنا أولا اختيار علمي غير عملي اللي هو البحث الأكاديمي. ملي كنقول غير عملي يعني ممكن نهضرش على سوق الشغل ولا يعني لو دومين دي زونتربريز. أما الاختيار العلمي الثاني واللي هو الاختيار العلمي التقني اللي فيه الهندسة واللي فيه التشغيل إلى آخره. دونك لي بروسيدور او بيان لي بروسيس اللي خاص أي طالب يكون عارفهم يعني بارابور هاد لي دو كوتي. دونك كيف ما كنعرفوا ان الطالب الى فكر انه يلجا لسوق الشغل او انه يوصل لواحد المرتبه عاليه سواء في التكوين ديالو سواء في الحياه يعني العمليه بصفه عامه، خصو يختار واحد المسار اللي يكون مهم. وهذا المشكل هذا كاين عندنا في المغرب. دونك حنا كنتكلفوا دائما بما هو يعني متعلق بالمواد الدراسيه يعني رياضيات الى اخره، وكنساو يعني الماده الاساسيه اللي هي ماده التوجيه. يعني دائما الطالب في كيشد البكالوريا ديالو كيلقى مشكل يعني بعد البكالوريا، والمشكل لا ينحصر يعني في اختيار المدارس ويعني انتقاء والعتبه الى اخره، بل هو مشكل يعني مسار. يعني مثلا طالب يقدر الطالب يختار مدرسة مهمة يعني مثلا مدرسة ديال الهندسة إلى آخره، ولكن من بعد يعني ما أنه ياخذ لو ديبلوم ديالو إلى آخره كيلقى مشكل في الانتيغراسيون في لو دومين ديال أو بيان سوق الشغل بصفة عامة. دونك هذا مشكل خلل كبير يعني كيبدا من البداية ديال الولوج الطالب إلى المدرسة، يعني لأنه خلل في منظومة ديال بمنظومة التدريس بصفة عامة ومنظومة الدراسية بصفة عامة في البلاد ديالنا. الوغ لو برانسيب ديالنا هو اننا نلقاو واحد لا سوليسيون سامبل اللي نوضحوا منها من خلالها ان التوجيه عبارة عن يعني مسلك اللي مهم لاي طالب خاصو يكون عارفه. دونك كيف قلت ان كاين جوج ديال لي كوتي. دونك الكوتي الاول هو انه اختيار مسار علمي اكاديمي اللي ما غاديش يخليني نقولوا اونتر بارونتيز نكون يعني في لو دومين ديال لي زونتربريز، ولكن نقدر نربطو بلي دومين ديال لي زونتربريز ابري الا كان عندي بزاف ديال الكفاءات، اللي هو مسار باردون ديال البحث الاكاديمي. يعني الانسان هنا او الطالب او التلميذ اللي شت البكالوريا ديالو هنايا كيحفر المسار ديالو بانه غادي يكون استاذ او باحث اكاديمي او باحث في مجال ما. اما المسار الثاني كيف ما قلت هو مسار تقني محض متعلق بالتقنيات متعلق بما هو يعني هندسه الى اخره. وهنا طالب كي عنده جوج ديال الاختيارات، انه يربط المسار الاكاديمي مع مسار التقنيات اللي غادي يخليه يكون سواء استاذ سواء باحث اكاديمي، ولكن هذا البحث الاكاديمي دائما متعلق بالخدمات في الشركات، وايضا انه يكون يعني كادر دونتربريز. دونك هذا جوج ديال لي كوتي. دونك الاختيار الاول كيف قلنا يقدر يكون استاذ او يعني عنده يعني بحث اكاديمي، يعني حتى هي وظيفه البحث الاكاديمي حتى هي وظيفه. دونك اما الاختيار الثاني كيف قلنا انه غادي يدينا الى تقني متخصص او مهندس الى اخره. دونك الاختيار الاول كيدينا الى واحد جوج ديال الامور اللي سلبيه اللي هي النمطيه والبطاله. دونك النمطيه والبطاله وهاد جوج ديال الامور هادو هما اللي رايجين في المنظومه ديالنا بصفه عامه. اما الاختيار الثاني اللي هو كيعطيني جوج ديال الامور اللي هو الابتكار والشغل. لذلك الدوله المغربيه ما بغاتش الانسان او بصفه عامه الطلاب او التلاميذ انهم يولجوا الى ميادين متعلقه بالبحث العلمي اكثر، لان مع مرور تقدم يعني في الدراسه الى اخره
كتنحاصر يعني ابواب الشغل في هذه الميادين. اما الاختيار الثاني اللي هو متعلق بالتقنيه ومتعلق بالهندسه، فدائما كاين الابتكار، دائما كاين الشغل الى اخره، وهذا هو المجال اللي خاص اي طالب يفكر فيه باش 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 تو سامبلومون يعيش الحياه ديالو مزيان. سينو الى بغيتي بحث علمي يعني خاصك تكون عندك واحد لا فيزيون انك تقرا بزاف ديال السنوات، وهاد لا فيزيون هادي يعني تقدر تكلف لك انك تكون طيله المده ديال الدراسه ديالك انك ما عندكش شغل، وبالتالي ممكن نقولوا ما عندكش شغل يعني ما عندكش دي مويان فينونسيي باش تقدر انك تسير الحياه ديالك وتعيش مزيان. دونك الابتكار والشغل هو الحل باش الانسان يكون عنده واحد مسار جيد في الحياه ديالو بطبيعه الحال. دونك بالنسبه للاختيار الاول اللي فيه النمطيه والبطاله اللي كلشي كيلجأ ليه، دائما كنلاحظوا ان كلشي باغي يولي استاذ، كلشي يولي باغي يخدم في الخدمات العامه الى اخره، وهذا يعني هاد لا ميثود هادي وهاد لو شوما هذا فيه النمطيه وفيه البطاله بزاف. الو الحل ما هو؟ وهو دمج ما هو أكاديمي مع ما هو تقني. يعني أنك غادي تقرأ ما هو أكاديمي وتكون يعني متميز فيه ولكن دمجه مع ما هو تقني. استاذ باغ اكزومبل نعطيو مثال، دونك عندنا الانفورماتيك تقدر تقراها يعني سواء اكاديميا سواء غير اكاديميا، يعني راه تقدر تلجأ الى القنوات على اليوتيوب ولا منصات تعلم عن بعد الى اخره، وهنا تقدر تحصل على بيان تكون عندك دي كومبيتونس في هذا لو دومين هذا. ولكن تقدر تمشي ما هو اكاديمي، يعني تكون اكاديميا يعني يكون عندك دي ديبلوم ليسونس ماستر الى اخره، ولكن تمزج ما هو تقني، وبالتالي كتكون هنايا حيدتي من لو بوين ديال النمطيه ولقيتي فرصه ديال الشغل وتانتيغريتي في لو دومين يعني دونتربرونيا بيان لو دومين ديال لي زونتربريز الى اخره. فوالا دونك عندنا جوج ديال الطلاب، دونك طلاب لي وبيان تلاميذ الطالب، مش نقول طالب الا انه لج المدارس العليا، دونك التلميذ اللي كياخذ البكالوريا دونك عنده فكره واحده، جوج ديال الافكار باردون، سواء دونك ميولات علميه، دونك ملي كنقول ميولات علميه دونك ديريكتومون خاصو يمشي للتقنيات، خاصو يمشي للتقنيات، استادير انه يتخصص في ان دومين اللي يكون سيونتيفيك. دونك بالنسبه للطالب وبيان التلميذ اللي خدا البكالوريا وعنده ميولات ادبيه خاصو يمشي للخدمات العامه، استادير ملي كنقول الخدمات العامه محامي قاضي كاتب الى اخره، باش يقدر يلقى واحد مصدر ديال الرزق وما يكونش منحصر فيما هو بحث، يعني البحث الاكاديمي كيتعلق بالناس اللي باغيين يبقاو يقراو حياتهم يبقاو يقراو بزاف ديال السنوات، وفي الاخير كتولي الحياه ديالهم عباره عن حياه نمطيه وحتى مصدر رزق، رغم ان الرزق بيد الله، لكن يعني لي مويان فينونسيي وبيان المدخول الى اخره ما كيكونش بالشكل اللي كيكون عند الفئه الاخرى. هذا المشكل هذا هو مشكل منظومه بصفه عامه، لذلك غادي نفتح واحد القوس خاص بالناس ديال الانفورماتيك. الوغ كيوصلوني بزاف ديال الرسائل المتخلطه يعني بالنسبه للطلبه وبيان التلاميذ اللي خداو البكالوريا، حتى الطلبه اللي خداو دوغ ولا بيان دو تي ولا الى اخره، ما كيلقاوش لوريونطاسيون في هذا لو كوتي هذا. دونك نبداو بالناس اللي خداو البكالوريا علميه او تقنيه، دونك اللي باغين عندهم ميولات لانفورماتيك. الوغ لانفورماتيك في بزاف ديال الامور، سوا نعطيو دي زيكزومبل، سوا تكون ديفلوبور، سوا تكون مثلا تخدم في لي سيونس دو دوني، تخدم في الانتيليجنس ارتيفيسيال، تخدم في لانتيغراسيون دي سيت ويب، انسي دو سويت. دونك بلوزيور دومين. الوغ اول حاجه اللي كناكد عليها هي لي باز دو لانفورماتيك، الا كان عندك لي باز دو لانفورماتيك ابخي كيجيو عندك الميولات الاخرى بالنسبه لي دومين اللي كاينين في لانفورماتيك. دونك الا بغيتي تخصص في ان دومين
تو سامبلومون خاصك تمشي لواحد لو تيتر اللي يكون ليه هذاك الدومين اللي باغي تمشي ليه انت، باغ اكزومبل سوا ليسونس سوا ماستر غانسي دو سويت، ولكن خاصك تقرا لو بروغرام ديال هذاك لو ماستر، ماشي تمشي تقول لي انا راه باغي نمشي لهذيك ليكول فلان فلانيه وهذيك ليكول تيل كيل انسي دو سويت. دونك الا درتي في بالك بانك باغي تخرج من هذيك ليكول، راه تو سامبلومون ما غاديش تكون عندك هذيك، ما غاديش توصل لهذاك هذاك لو بوين ديال انك تميز في هذاك يعني لو سيكتور اللي بغيتي. تو سامبلومون خاصك تمشي تقرا لو بروغرام ديال هذاك هذيك ليسونس ولا هذاك لو ماستر اللي بغيتي انت، وتانتيغرا فيه ودوز لي كونكور انسي دو سويت. دونك لي بروسيدير ديال لي كونكور راه معروفين، يعني لي فاز راهم معروفين، هادو ما كاينلاش نذكرهم. بالنسبه لواحد اللي باغي يكون يعني اوفير في لافورماتيك، تو سامبلومون ما غاديش تقدر تكون عندك درايه بجميع الامور ديال الانفورماتيك، لان الانفورماتيك بزاف كبيره بزاف، خاصك ضروري. وحتى الا بغيتي تكون اوفير في الانفورماتيك، مع الوقت غادي ضروري تخصص في شي حاجه. دونك هاد لي دو بوين مهمين جدا. بالنسبه للطلبه اللي خداو دو تي واللي خداو دوغ، حاولوا ما امكن تكون عندكم واحد لا باس سوليد ديال يعني لا لوجيك. دونك ملي كنقول لا لوجيك يعني الالغوريثميك ماتيماتيك tout ce qui est science de données, tout ce qui est aussi structure de données, pardon, c'est pas science de données, structure de données. Donc, هادو امور مهمه جدا. Après, tu peux dozo des concours, soit des licences, soit des masters, ainsi de suite. Et au fur et à mesure, fait les formations ديالكم, tu connais que dozo des stages, même pas mais connais imposé par يعني l'université. انت دوزتي واحد الصيف خاوي، هذاك الصيف استغلو ودوز فيه دي ستاج، لان هذاك لي ستاج مهمين جدا، غادي يعطيك بزاف ديال 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 المعلومات، وغادي تتعلم كفاءات جديده، وغادي تزيدهم في السي في ديالك، و او ميم طون كريي دي بروجي يعني يعني بالنسبه ليك انت سايد بروجيكت. دخل الانترنت قلب على دي بروجي دي تيتر فوالا، كودي 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 كودي، وتعلم وتعلم وتعلم، وزيد دوك لي بروجي عندك فوالا، يعني ابخي غادي تولي سوليد في هذاك لو دومين ديالك. و ومني غادي تلقى واحد لو ستاج لي سوا بري امبوش سوا تانتيغرا مع اون انتربريز ديال ديبار فوالا. دونك ديك الساعه غادي تلقى يعني واحد يعني واحد ليفور، يكون عندك واحد ليفور كبير، لانك تعلمتي بزاف ديال الحوايج، وغادي تساعد لونتربريز ديالك يعني با با، وانت كترسم لو كارير ديالك لا كارير ديالك فوالا. دونك تو سامبلومون هادشي اللي بغيت نقول في هاد لا فيديو، ونتمنى ان شاء الله التلاميذ ديال البكالوريا والطلبه الجامعيين انهم يستافدوا من هاد لا فيديو. واي واحد بغى يسولني يخلي دي كومونتير، وغادي ان شاء الله نجاوبوا على الكومونتير ديالو. ونتمنى التوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.